ونختتم نشرتنا بامطار الخير حيث شهدت المنطقه الوسطى هطل امطار غزيره مصحوبه ببرق ببرق ورعد وزخات برد وصحب الامطار التي شملت مناطق الفايا والمدام والهير ومليحه والشويب وما يحيطها صحبها هبوب رياح نشطه وانخفاض ملحوظ في درجات الحراره. وتوقع المركز الوطني للارصاد ان يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا احيانا وتظهر السحب المنخفضه على الساحل الشرقي صباحا مع احتمال تكون بعض السحب الركاميه بعد الظهر شرقا وشمالا ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحليه مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف والرياح خفيفه الى معتدله السرعه تنشط احيانا مثيره للغبار نهارا اما عن حاله البحر فسيكون الخليج العربي خفيفا الى متوسط الموج وبحر عمان خفيف الموج هذا والله اعلم وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أن ملامح العد التنازلي لنهاية فصل الصيف قد بدأت تلوح في الأفق مع اقتراب موعد ظهور نجم سهيل ابتداء من الرابع والعشرين من أغسطس إذ تربط العرب انقضاء القيظ وشدة الحرارة بطلوعه وسط الجزيرة العربية.